بعد أن حمله والده على كتفيه لأربع سنوات، ها هو الطفل أحمد يشق طريقه نحو المدرسة على متن عربته الجديدة ليصل إلى مدرسته وسط هذه الأجواء الرائعة. الأب تاعو كان يعاني في نقله من المنزل إلى المدرسة، والحمد لله بفضل الشروق وبفضل الهبة التضامنية، يعني فرحنا لأنه هذا التلميذ راه بمثابة ابن تاعنا، ونحاول إن شاء الله نلحقوا أصوات تلاميذ بقية التلاميذ. نشكر الناس اللي بادروا يعني لهذا الطفل، وبادروا يعني أنه رجعوا البسمة. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حل مأساوي اللي دامت أربع سنين العم الطيب، والتي من خلالها لقت استحسان وتجاوب كبير من طرف أطياف جميع المجتمع. صحي ديك شادت هيلي، إن شاء الله بيعطيك صحتك. سلام. بارك الله فيك. ان شاء الله تكون اطار في الدوله ان شاء الله يا رب. قصه الطفل احمد عرفت تعاطف كبير من طرف الجزائريين، وخاصه مع والده المكافح عمي الطيب الذي اهدى له صاحب مدرسه تعليم سياقه بجلده رخصه سياقه. احنا تكفل بكل المصاريف وبكل التكوين برخصه سياقه، ونشكر كل من ساندني وساهم يعني كيما يقول لك في وتحقيق الأمنية تاعي. تضامن رسمي وشعبي وتكافل بين أفراد المجتمع الواحد ساهم في إنهاء معاناة الطفل أحمد في التنقل إلى المدرسة، وكتب فصلا جديدا من فصول التعاون والتآزر.